and he will be giving the first statement. Mr. Steele, I turn the floor to you. Well, thank you and welcome to all of you. شكرا ومرحبا بكم جميعا. أعتذر عن هذه السرعة في إلقاء كلمتي. ولكن اليوم التوقيت أصبح مهما للغاية، ولا سيما توقيت عقد هذا الاجتماع الوزاري، ولا سيما بعد بيان أمس من اللجنة الحكومية للعمل المناخي. إنه يتحدث عن مكاننا والمكان الذي بلغناه والمكان الذي لم نبلغه بعد، ويشمل ويوجد هنا أيضا مجموعة واسعة من الممثلين الوزاريين من مختلف دول العالم أو من مختلف الدول الأطراف التي تشكل الكتلة التفاوضية في هذه اللجنة. ومنذ عقد قمة المناخ 27 فهذا يعتبر أول اجتماع وزاري تم انعقاده من أجل مناقشة مخرجات قمة المناخ رقم 27 ويمهد الطريق أمام المفاوضات والمفاوضات المناقشات المناخية. ونحن في طريقنا نحو قمة المناخ رقم 28 في الإمارات. والعمل التحضيري لهذه المفاوضات تتزايد أهميته وتعقيده عاما تلو الآخر، ويشمل العديد من الأطراف نظرا لأهمية هذا الجمع. في قمة المناخ 28 سيوجد نتائج مهمة فيما يتعلق بمسارات التفاوضات، المناقشات والجلسات المفصلة خلال هذه الأيام التي ستغطي كل هذه القضايا، سواء كان الأمر يتعلق بالتخفيف أو إغلاق فجوة أو رأب فجوة الانبعاثات، والدعوة إلى جهود أعظم عبر الحدود وبذل مزيد من المجهود، سواء في التكيف والحاجة إلى الحصول على مزيد من الدعم فيما يتعلق بجدول أعمال التكيف. فكلما زاد التخفيف فهذا الأمر يتأثر على الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، لذا عليها أن تأخذ جانب التكيف بالإضافة إلى الدعم في تنفيذ هذه الأجندة. وبالطبع إن مجال التمويل نحن نعلم المكان الذي لم نبلغه بعد فيما يتعلق أيضا بحشد ما يزيد عن مليار دولار، ولا سيما هذا العام حيث أصبح هنالك حاجة واضحة وماسة إلى عرض سياسي في أقرب وقت ممكن من أجل رأب هذا الصدع التمويلي. مرة أخرى فإن الجانب التمويلي هو استجابة لما تم مناقشته في غلاسكو وفي شرم الشيخ من أجل إصلاح ووجود بنوك ومؤسسات مالية متعددة الأطراف من أجل الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لمشكلات وتحدي تغير المناخ. بالنسبة إلى الخسائر والأضرار، إن هذا العام يعد عاما مهما فيما يتعلق بتشغيليات التمويل وترتيبات التمويل أيضا، وفي التعامل مع الخسائر والأضرار، بالإضافة إلى الأطراف الموجودة في الطريق للمضي قدما، بالإضافة إلى الوضع العالمي، وهو أحد الأمور المهمة في قمة المناخ 28، وهذا الأمر يتعلق بالنظرة إلى الوراء المتعلقة بالمكان الذي وصلنا إليه والمكان الذي لم نصل إليه بعد، بالإضافة إلى أننا يجب أن نعلم مكاننا بالفعل، ويجب أن نتطلع إلى تحقيق السلام وكيف
يجب أن يستجيب المجتمع الدولي لهذا الإيقاف، بالإضافة إلى خريطة الطريق التي يجب أن تستجيب للطريق الذي نريد أن نسلكه، بالإضافة إلى الاستجابة الدولية للخفض بنسبة 1.5 من اتفاقية باريس. إن هذا يعد أمرا مهما فيما نريد التوصل إليه خلال الفترة المقبلة، وأريد أن أشكر ضيفنا الكريم، مستضيفنا الكريم، وبالإضافة إلى الرئاسة الحالية في تنظيم هذا الاجتماع المهم على خريطة الطريق للوصول إلى قمة المناخ 28. شكرا جزيلا. إن اللجنة الدولية للأعمال المناخية وتقريرها كما سلط سايمون الضوء عليها أن نشرت بالأمس بيانا مؤلما عن مدى عظم هذه الأزمة، وأخبرتنا بما نعلمه بالفعل، بالإضافة إلى التفاصيل الموجودة لكل منطقة وكل قطاع. نحن بالطبع بعيدا عن المسار، بالإضافة إلى أن نافذة التكيف تغلق سريعا، بالإضافة إلى الخسائر والأضرار التي أصبحت واقعا ملحا. وأقتبس عن الأمين العام عندما قال إن العمل المناخي أصبح كل شيء في كل مكان في مرة واحدة. إن هذه هي الفرصة السانحة أمام البشر من أجل النجاة من هذا التهديد الأساسي. يتقابل جميع الوزراء هنا في قمة المناخ كوبنهاجن الوزارية لمناقشة ما ترتب من قمة المناخ رقم 27 في شرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه أول اجتماع عالي المستوى في لقمة المناخ رقم 28 في الإمارات، وهذه هي المرة الثانية التي نتشاور فيها، وأنا يسرني الاستقبال والحفاوة من الوزير يوركسون وحكومة الدنمارك ورئيس ديزنغ. وهذا الأمر يعبر عن الالتزام والاستمرارية في التعاون، بالإضافة إلى أنه يجب تنفيذ توصيات قمة شرم الشيخ، لأنه بحاجة إلى تنفيذ هذه التوصيات. و فإن قمة المناخ رقم 27 في شرم الشيخ نتج عنها توصيات ودعوات من أجل القيام بأعمال مناخية تشمل الدعم والتعاون بين المجتمع المدني والحكومات وجميع أصحاب المصلحة. إن هذه الأمور التي حققناها في شرم الشيخ تعد نصرا لتعددية الأطراف والتعاون، بالإضافة إلى أنهم أن هؤلاء الأطراف أنشأوا صندوقا من أجل الاستجابة للخسائر والأضرار، واعتمدوا برنامجا جديدا للتخفيف والتكيف. وفقا لأحدث تقارير الـIPCC، ويعد مصطلح أو مفهوم الانتقال أمرا أساسيا اتفقنا عليه في خريطة الطريق من أجل الوصول إلى هدف عالمي يتمثل في التكيف، بالإضافة إلى الالتزام $100 مليون وتنفيذ إصلاحات اللجنة الدولية للمناخ، بالإضافة إلى جعل هذا التمويل متاحا للدول النامية. باعتبار رئيسا للكوب سأستمر في العمل من أجل أن تعمل جميع الأطراف معا. إن هذا العام في الأقصر سيتم استضافة مؤتمر من أجل الخسائر والأضرار، بالإضافة إلى مناقشة نتائج مؤتمر شرم الشيخ والصعاب التي هددت المجتمع الدولي كله والخسائر والمخاطر. لا زال أمامنا عملاً كبيراً نقوم به وصولاً إلى قمة المناخ رقم 28 في الإمارات وما بعدها. علينا القيام بالأعمال الطموحة وقياسها بالاستجابة للعلوم ومبادئ المساواة والمسؤولية المتشاركة بموجب اتفاقية باريس. أود أن أشكر زميلي وصديقي دان
على الاستضافة والحفاوة والقيادة المتميزة في إجراء هذا الاجتماع الوزاري الذي سيكون له أثر. لقد استفدنا من ذلك في التحضيرات العام الماضي، وأن هذا سيمهد الطريق لمزيد من التعاون والتفاهم في التعامل مع التحديات والأزمات المناخية التي نواجهها. شكرا لكم. البيان الأخير لسيد داني، شكرا لك على كلماتك الطيبة وقيادتك ليس فقط في شرم الشيخ بل التي احتجناها لأخذ قرارات تساعدنا في المضي قدما وتنفيذها، لذا شكرا جزيلا لك على ذلك. بالطبع يشرفني أن أتمكن من استضافة قمة كوبنهاجن الوزارية التي تجمع الوزراء المسؤولين عن المناخ وصناع القرار في كوبنهاجن هذا العام من بأكثر من 40 دولة. جددنا التزامنا في الأيام الماضية على الالتزام بالقرارات والعمل وصولا إلى قمة المناخ رقم 28 في دبي في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستكون في رأيي أهم قمة مناخ تم انعقادها منذ قمة المناخ في باريس، لأن اللجنة الدولية الحكومية للمناخ والأمم المتحدة قالوا بالأمس أن الأزمة المناخية أصبحت خارج قدرتنا على التحكم، لذا العمل مطلوب. ومن العلامات الواعدة من الاجتماع الوزاري هنا في كوبنهاجن هو أنه يجب خفض الانبعاثات بنسبة 43% من أجل الحفاظ على الحياة، فإن المناقشة في هذا الاجتماع الوزاري سلطت الضوء على عدة مشاكل من أجل أن نتعامل معها لكي ينجح قمة المناخ رقم 28، وسأقرأها عليكم كما يلي. أولا، علينا تحقيق الوعد بخفض رقم بنسبة 1.5 درجة، ونحن بحاجة أيضا إلى الاتفاق على الالتزام من أجل الخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري الذي يجب أيضا استبداله بما يزيد عن 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة كل عام. إن الأزمة المناخية أصبحت حقيقة، وذلك يعني أننا علينا أن نولي مزيدا من الانتباه إلى الأعمال المتعلقة بالتكيف بما في ذلك الوصول إلى التمويل بالنسبة إلى الدول النامية. يجب أن نعمل وأن نشغل الترتيبات الجديدة المتعلقة بالتمويل من أجل التعامل مع الخسائر والأضرار، وعلينا أن نجد تمويل جديدا سريعا. بالإضافة إلى الحشد الدولي للتمويل، علينا أيضا أن نعمل على التمويل الأخضر بالنسبة إلى أفريقيا وعلى الدول المتقدمة أن تقدم 100 مليون دولار المتفق عليها. وفي ضوء هذه القضايا يجب أن نعمل أيضا على مسألة الإيقاف التي سيتم مناقشتها في قمة المناخ رقم 28، بالإضافة إلى العمل وفقا للفهم المشترك لاتفاقيات باريس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين عبر الحدود. وبهذا أنهي كلمتي، شكرا لكم. سنترك المجال للأسئلة لمدة 10 دقائق. رئيس الكوب، أنت قلت أن الهدف المتعلق ب1.5 درجة هذا الهدف أصبح بعيدا عن المسار، وأنت سيدي ذكرت أيضا أنه لا يوجد من الوزراء من تنازع على أهمية الخفض بنسبة 1.5 درجة مئوية، ولكن هل أي منكم سمع عن أي دولة ألزمت نفسها بخفض انبعاثاتها من أجل أن نكون على المسار فيما تتحدثون عنه وتحقيق التنمية المستدامة؟
بشكل ملحوظ لم تقم الأطراف والمشاركين بالقيام بما تعهدوا به والحفاظ على 1.5 درجة مئوية، وذلك ينطوي على أيضا خفض الانبعاثات، ولكنهم تحدثوا عن أهمية الحفاظ على 1.5 درجة مئوية، وأنه من أجل تحقيق ذلك علينا خفض الانبعاثات فيما يتعلق بمراجعة المؤشرات، بالإضافة إلى أن ذلك لن يقتصر فقط على برامجهم الوطنية، بل يتوجب أيضا توفير البرامج والتمويل من أجل توفير المصادر التي تمكنهم من الاطلاع بمسؤوليتهم المشتركة. أعتقد أن هنالك موافقة بالإجماع على الحاجة إلى أعمال ذات أثر فورية من أجل تخفيف أثر التغير المناخي، وذلك سيتم ترجمته إلى سياسات وتشريعات. أعتقد أن بعض من الدول الأوروبية قالت أن على الاتحاد الأوروبي عليه أن يرفع سقف التوقعات فيما يتعلق بالمؤشرات الوطنية المشتركة من أجل أن يتم الخفض بنسبة 55%، ولكن إذا ما نظرنا إلى التشريعات التي تم التفاوض عليها خلال العام الماضي، لقد حققنا نتائج تشير إلى أننا يمكننا السير أبعد من ذلك وأن نحقق أهدافا أعلى من هذا. وكما تم التقرير مؤخرا عن أننا سنزيد توقعاتنا لكي نصل إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2045، ونحن كأمة سنقوم بخفض الانبعاثات بهدف يصل إلى 101%. هل يوجد أي موافقة بالإجماع على شكل الإصلاحات المتعلقة بنظام تمويل التغير المناخي؟ مرة أخرى، هذا المجال تم إلقاء الضوء عليه خلال العديد من التدخلات وخلال هذه الاجتماعات، ولكنها كانت هذه الاجتماعات تتعلق أيضا بالتشكيل، فهذا الأمر يعتمد على المؤسسات والأطراف التي تسهم في هذه المؤسسات ومدى عزمهم على الاطلاع بالتغييرات الضرورية. ولكن هنالك طلب من قبل نسبة كبيرة من الأطراف والمشاركين، وأعتقد أن هذا الطلب يجب التعامل معه داخل هذه المؤسسات وأجهزتها الإدارية. الأمس واليوم كان هنالك العديد من النقاشات التي تتحدث عنها في ذات الفرصة، ولا سيما في البنوك الأمور التنموية، ونحن بحاجة أيضا إلى الدعم البنك الدولي فيما يتعلق أيضا بأعمال القضاء على الفقر وعلى البنك الدولي. وفي المستقبل يجب أن ينظر البنك أيضا إلى تمويل التغير المناخي والتكيف مع قضايا التغير المناخي، وقد كان هنالك نقاشات كثيرة عن مصادر متنوعة عن التمويل، سواء البنوك الإنمائية، وهذا ذكرناه في المناقشات هنا وفي أماكن أخرى، وربما في المستقبل سنتحدث عن مصادر التمويل. وبالنسبة إلى بلدي، لقد قدمنا عرضا على الأقل لمناقشة البنوك التي يمكنها أن تدعم ذلك والدول التي تدعم ذلك أيضا، فيما يتعلق على سبيل المثال بالضرائب التي تفرض على الوقود الأحفوري وما إلى ذلك. أعتقد من المهم أن ندرك أننا حاليا نناقش كيفية حشد 100 مليار دولار، الأمر أشبه بالمستحيل، ولكن وبصراحة هذا الأمر يسبب إحراجا، لأن حتى 100 مليار لن تخفض الانبعاثات، نحن بحاجة إلى تريليونات.
لدي سؤال فيما يتعلق بالاستجابة لتقرير الاي بي سي سي وأجندة التسريع حيث تصل الدول النامية إلى هدف تحقيق هدف الانبعاثات. أي من هذه الدول تتقابل في كوبنهاجن من أجل تحقيق هذه الأطراف؟ هل سنجيب بالنيابة عن 45 دولة؟ يمكنني القول أن هنالك إجابة محددة فيما يتعلق بالأهداف الطموحة للأمانات العامة بما يعكس عظم هذه الأزمة وارتفاع مستوى الطموحات بشكل ضروري من أجل أن تكون هذه الأهداف ذات أثر. بالطبع سيتم التعامل مع ذلك خلال السياقات الوطنية وضمن القدرات الوطنية. لن نتحدث بالنيابة عن أي أحد، ولكن يمكن الحديث بالنيابة عن مصر. نحن نقوم بكل ما في وسعنا من أجل أن يكون هنالك تنويع للطاقات ورفعنا طموحاتنا، وبحلول عام 2035 سنتمكن من تحقيق من 42 إلى 43% فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وهذا إنجاز تم تحقيقه خلال مدى زمني قصير. وهذا الطموح ازداد بفضل هذه التكنولوجيات، ولكن نحن هنا نقوم بنقل التكنولوجيات من أصدقائنا وشركائنا الذين يعتزمون نقل هذه التكنولوجيا من أجل أن نحظى بفرصة لتوسيع طموحاتنا. إن هذه عملية واحدة ولا يمكننا سوى التحفيز وتشجيع الجميع للقيام بدوره، لأننا إما أن نعيش معا أو ننقرض معا. يمكنني أن أضيف إلى ذلك أن تعاوننا كدولتين قد يجده البعض أمر ملهما، لأننا نتعامل مع التحديات الموضوع أمامنا. نحن بحاجة إلى نقل التكنولوجيات، هذا الأمر مفروغ منه، ويجب التعاون بشتى الطرق، وهذا يتعين على جميع الأطراف وجميع الدول على هذا الكوكب. عليهم أن يتكيفوا مع ذلك. يجب أن تكون أهدافنا متوائمة، ويجب أن تكون جميع التكنولوجيات متطورة، حتى إذا كان الأمر تريد أن تحتفظ به لنفسك، ولكن يجب نقل جميع هذه التكنولوجيات في أسرع وقت ممكن. هل ناقشتم إمكانية الخفض التدريجي للوقود الأحفوري، وكيف يمكن أن نصل أن نناقش ذلك بشكل ممكن في قمة المناخ رقم 28؟ أعتقد أن هنالك إدراك عام لأهمية خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والقابلية للانتقال إلى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، ويشمل ذلك منظور الانتقال أو التحول. هذه هي المجالات التي تعد ذات أهمية وستستمر موضوعا للمناقشات والمشاورات والمداولات، ونتمنى الحصول على إجماع في الاستمرار على عملية تشكيل هذا الأمر. يعد هذا جزء من المناقشات المضية قدما وصولا إلى قمة المناخ رقم 28، وهو حاليا يعد نتيجة لقمة غلاسكو رقم 26، لأن ميثاق غلاسكو ينص على أننا يجب أن نخفض تدريجيا هذا الأمر. هناك بعض الأطراف بما في ذلك الهند التي ناقشت ذلك في قمة المناخ رقم 27، التي قالت أن الأمر لا يجب أن يقتصر فقط على الفحم بل على جميع الوقود الأحفوري. طبعا دولتي تدعم ذلك الأمر.
in Dubai later this year is of course difficult to say. بغض النظر عن كيف ستكون النتائج في دبي لأن هذا الأمر صعب التنبؤ به ولكنها بالطبع ستكون جزءا من المناقشة. سؤال what signal does the ministerial send? ما هي الإشارة التي أو العلامات التي يرسلها الاجتماع الوزاري؟ هل هل هذا قد يرسل رسالة خاطئة للدول المنتجة للبترول فيما يتعلق بخفض الوقود الأحفوري؟ كما قلت أن هذا الاجتماع الوزاري كان أمر مهما في مرحلة الإعداد و إعطاء الأطراف فرصة لتحديد مواقعهم والاستماع إلى الجميع، لذا هنالك قيمة مضافة إلى هذه العملية التي نقدرها جميعا. وفيما يتعلق فيما سيحدث الآن حتى قمة المناخ رقم 28 فهو الأمر يتعلق بالتعزيز، فسيكون هنالك مزيد من الاجتماعات الوزارية التي سيتم عقدها، ما سيتيح لنا مزيدا من الفرص للتعامل مع مختلف القضايا ورأب الفجوات والعثور على نقط التحول اللازمة. أعتقد أن عقد هذا الاجتماع في الإمارات العربية المتحدة يشير إلى الالتزام الذي أقره الرئيس المعني، ويتعلق الأمر أيضا بالأهداف، وهنالك التزام سياسي من الإمارات في قيادة هذه العملية بكل ما تنطوي عليه من أمور، بما في ذلك كونها دولة منتجة للنفط. يعد ذلك أمر مفيدا لهذه العملية من خلال تسليط الضوء على الخفض التدريجي للاعتماد على الوقود الأحفوري. لقد تم بالطبع أخذ ذلك في الاعتبار. أعتقد أيضا أن المملكة المتحدة تعد من كبار منتجي البترول، ولكنها لم تنشئ أو السردية التي تشتت الانتباه عن القضية الموجودة أمامنا، لذا أعتقد على أن على جميع قمم المناخ عليها التركيز على أزمات المناخ وليس القضايا الجانبية التي لا تؤثر على العملية نفسها. قد أقول أيضا إذا كنا سنتوائم مع اتفاقية باريس والخفض بنسبة 1.5 درجة في هذه الحالة، نحن نحتاج إلى مساهمة جميع الدول في الكوكب لأنها جزء من الحل، لأنه إذا لم يتحقق ذلك لن يكون لدينا حل. إذا استمعتم إلى رئيس قمة المناخ وما قاله في الخطاب وفي أماكن أخرى، لقد أوضح أن يجب أن نخفض الاعتماد على حتى على آخر برميل النفط. أعتقد أن المشاركة في هذا الحديث عن كيفية إدارة هذا الانتقال، لأن ما الوزير قال أن هذا الأمر يتعلق بالانتقال أو التحول في العديد من الدول حول العالم، لذا يجب التحدث عن هذا الأمر عند الحديث عن الفحم. على سبيل المثال، لقد تم بذل العديد من الجهود وانتقلت العديد من الدول في المجتمع الدولي من الاعتماد على الفحم. إذا يمكننا النظر إلى العمل الذي يمكن القيام به عند النظر إلى مختلف أنواع الوقود الأحفوري. فيما يتعلق بالتمويل الخسائر والأضرار، ما هي الأفكار المحددة المطروحة وتمت مناقشتها، وما هو موقع الأطراف من هذه القضية في الوقت الحالي؟ أعتقد أن مزيد من التوضيح الخاص بهذه القضايا سيتطلب اجتماع اللجنة الذي سيعقد في الأقصر الأسبوع المقبل، وهذا سيوفر فرصة بمزيد من التوضيح، حيث سيكون هنالك آراء متعددة في هذا الصدد. والأمر المهم الآن هو أن نركز على ما يمكننا إدارته وإحداث أثر به وتشغيله، وهذا الأمر يعد
آلية مهمة لأنه يتعامل مع حياة العديد من الناس الذين يعانون يوميا بسبب التغير المناخي والذين تأثروا وربما فقدوا حياتهم. أعتقد أنهم هم أكثر الأشخاص استحقاقا للتعويض والدعم. لذا يعد الأمر هو تفعيل التمويل الخسائر والأضرار. وهو ما يجب أن يحصل على الموارد الأساس الضرورية من أجل التعامل مع التحديات القائمة. انتهى وقتنا اليوم، شكرا لمجيئكم.